في الوقت اللي العالم فيه مشغول بالحرب على فلسطين، بدأ الكلام عن حاجة مرعبة قلب كيان السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت، وهي ظهور الأبقار الحمراء اللي المفروض اللي ما يتسموش مستنيينها كعلامة لتنفيذ مخطط تدمير مسجد الأقصى. فيا ترى بقى إيه هي قصة البقرة الحمراء دي؟ وهل فعلا دي نهاية العالم؟ بص يا سيدي، على حسب المعتقد اليهودي، الأبقار الحمراء دي هي علامة على إن ولاد عمنا إياهم هيبتدوا في بناء هيكل تالت على جبل الهيكل أو المسجد الأقصى، والهيكل ده هيكون التالت، لأن أول هيكل اتهد في السبي البابلي والتاني اتهد أيام الرومان من حوالي 2000 سنة. الأبقار الحمراء دي أو برا أدماء بالعبرية ليها مواصفات كتير، زي إنها تبقى حمرة تماماً ما فيهاش أي تموجات، ومش بتنتج لبن، وخالية من العيوب الخارجية والأمراض الداخلية، صغيرة في السن في حدود كده 3 سنين، وبتتربى تربية خاصة، ومش بيتحط على رقبتها حبل ولا يركب عليها أي حد حتى لو طفل. الغريب بقى أن من حوالي 10 سنين كده ظهرت بقرة حمراء كانت مطابقة للمواصفات دي بشكل كبير، إلا أن الحخامات وقتها أعلنوا أن ظهر فيها شعر أسود، وده خلاها غير صالحة. والنهاردة عثروا على 5 في ولاية تكساس الأمريكية، وده خلى ناس كتير تفتكر أن الخمس أبقار دول مش طبيعيين وملعوب في الجينات بتاعتهم عشان تبقى باللون الأحمر كده، ومع ذلك كل اللي ما يتسموش متفائلين بيهم. بالمناسبة في الدين اليهودي لازم كلهم يتطهروا عشان يعرفوا يدخلوا القدس أو الهيكل، وعشان يتطهروا لازم يذبحوا بقرة حمراء بالكامل. وفي نبوءة عندهم بتقول إن في ملك يهودي قوي من نسل النبي داود هيظهر في آخر الزمان يوحد الممالك ويحكم اليهود ويقيم دولتهم، وهيظهر عند الهيكل. وحسب معتقدهم سيدنا موسى عليه السلام كان ذبح بقرة يوم معين، والمفروض اليوم ده حسابيا هيكون السنة دي مع عيد الفطر المبارك، يعني أثناء ما احنا كمسلمين بنحتفل بعيد الفطر، وارد جدا نلاقيهم ذبحوا الخمس أبقار الحمر دول وتبقى نهاية العالم. واللي ما يعرفش انهم هيضحوا بالبقرة الحمراء بطريقة الحرق بخشب الأرز اللي هي المفروض هتظهر عند الهيكل في آخر الزمان، وبعدين يحطوا رمادها بالكامل في مية خاصة، وبعد كده هيتطهروا بيها حتى ولو بنقطة من المية دي لمست جلدهم، هيبقوا طهرين، وساعتها هيحق ليهم دخولهم المسجد بكامل حريتهم وإقامة هيكلهم، لأنه محرم عليهم حسب معتقدهم دخول الأقصى لأنهم مش طهرين، ويستنوا بعد كده ظهور الملك القوي اللي بالنسبة لهم وعندنا كمسلمين هو المسيح الدجال، وظهوره حتمي ومستنيينه، والمفروض إننا مؤمنين بظهوره. الغريب بقى إن أسطورة البقرة الحمراء دي مسيطرة على حكومتهم بشكل مرعب، وبيتعاملوا معاها بشكل دقيق وبحذر كمان، وده خلى العالم ذات نفسه يدخل في حالة من القلق، لأن لو كل ده حصل هتكون نهاية الزمان. فيا ترى بقى ممكن يظهر شعر أسود في الخمس بقرات دول زي ما حصل قبل كده، ولا دي هتكون نهاية العالم فعلا؟ قولولنا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تتابعونا عشان يوصلكم كل جديد.